شو يا مو؟ شو صار؟ شو بده يصير يعني؟ مو شايفتيها؟ مضيت أكل ونوم. يعني لهلأ ما صار؟ لهلأ ما صار. ورجيني شو هادي اللي عجبينها؟ يا عمو مبارح نحن نايمين رفستني وقعدنا على التخت عجبيني، وأولت مبارح رفستني بس هديك بغير قرني. إيه بعد لي حمى لك شو هالحظ اللي إلك لك ابني؟ يا ميت أهلا وسهلا، يا ميت أهلا وسهلا، شرفتونا بزيارتكم يا أهلين. الله يزيد الشرف يا أم عبودي، خليكي يا رب. الله يسلمك، تفضلوا تسلوا شوي. ليش معذبة حالك يا أم عبود؟ شو نحن جايين نجربكم؟ لا ولو، ما في شي من الواجب. الله لا يوفق يا أبو نجيب، سودت وشي. نعم؟ شو قلتي؟ عم قول الله يوفقك ويرزقك يا ابو نجيب. لا تاخذونا يا جماعه العنباد دبلانين شوي لانه قطفناهم من امبارح، بدنا نساويهم زبيب. الله يسامحك، هي نعمه يا ام عبود، نعمه الله يديمها علينا. ايه والله نعمه الله، الله يديمها يا رب. تفضلوا مدوا ايديكم يا جماعه، تفضلوا. طمنيني شلونه ابو نجيب معك؟ ان شاء الله مبسوطه معه. الحمد لله. مين رضي عاش يا ام شهر؟ ما خالي صحيح ابو محمد سكافي طلع ابن ضيعتكم؟ مينو هذا ابو محمد سكافي؟ يو ليش ما دريتي؟ لا ما دريت. هدول الضيوف اللي كانوا عندكم امبارح. ايه هذا اخي ابو محسن ومعه المختار ابو قاسم. خير شبون؟ يا ستي المختار اللي عم تحكي عنه طلع إلو عنا بالحارة ابن عايش عنا من أكثر من 12 سنة وأهله ما بيعرفوا وينه، لمبارح لحتى تقابلوا هن وياه عند المختار أبو وضاح. قاسي؟ إيه تقبريني. يوه يعني هلأ أبو محمد زوز بنت عمك بديعة اسمه قاسي؟ لك إيه يا أمو اسمه قاسي. هلأ قاسم ابن المختار عايش عندكم بالحارة؟ إيه لكان، ومتزوج بنت عمي بديعة وإلو منا 3 بنات بيطيروا العقل سبحان الذي خلقهم. الله يبشرك بالخير يا أم شاهد، والله فرحتيني. يا علي عليها أم قاسم، من وقت ما طلع ابنا من الضيعة وعينا ما نشفت من الدمعة. صدقيني صدقيني فرحت من كل قلبي. هلا شو بيكون صاير فيها أم قاسم؟ طاير عقلة أكيد، طاير عقلة ما هيك؟ أي والله الحمد لله، والله الضنا غالي يا أم عبو. إينا خالي صحيح ابو محمد ترك الضيعه لانه قتل قتيل هنيك؟ لا ايو مين قال هاد الحكي تقبريني؟ والله يا ام عبود نحن هيك سمعنا. لا لا له قاتل ولا شيء. إلا كان مشان شو ترك ضيعته واهله؟ ما بعرف شو بدي اقول لك ترك الضيعه ليش، بس هو يا حبيبتي من خيره شباب الضيعه، الله وكيلكم من خيره شباب الضيعه، بس كل قصته ظلم بظلم، الله ينتقم من الظالم. بدك شي يا ابو لطفي؟ سلامة عمرك، الله معكم. هوني ان شاء الله. يا ابي وضاح يرضى عليك، دير بالك على المضافة وعلى الحاصل. تأمر يا ابي ولا تاكل هم. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، ادعوا لنا يا جماعة. روحوا توصلوا بالسلامة ان شاء الله. ما تواخذنا صهارة الله يا رب. يا رب. يا الله. يا كلهم ما يكل على الله روح عم بيروح. حريم الحارة يروحوا وأنا يا غافل إلك الله ما أعرف شو عم بيصير لك، شو بيخسر إذا أخذني معه؟ بس أكيد خايف من هالكرنيبة أخته.
يلا يا عمو يلا اكموا اكلتي خلص بلالك يا هلا هلا يلا يلا ها هي صفون ليك يمكن تذكروك يرجعوا مشان ياخذوك لحظه اهلين صفون شلون سلمى مين في عنا ما في حدا قاعدين انا وامك مثل القرد القاتله صاحبه لك عم تشبهي امك القرد وليه لك عم قول مثل والله ما بعرف ليش سميتك ذكية إيه لأنه بتعرف شو مخلفة إيه قلع لي مشوار حلو يا ريتك رحت واخذتنا معك مالك علي يمين يا اخي رح يطق قلبي من قعده هالبيت لك اختي انا ما فيني اترك الحاره ابن عمك بقدها مامن فيني خلص هالكم يوم رح اكون سريعا على الرب وتكرم عينك عن جد اخي اي الله يخلي لنا اياك يا رب يلا تفضلوا يا جماعة تفضلوا يا جماعة أهلا وسهلا باللي جاي يا مرحبا باللي جاي أهلا وسهلا باللي جاي يا مرحبا باللي جاي والله شلون شفت استقباله لإلك لا حرام يعني الزلمي أكرمني واحترمني إيه ها شفت شلون بس يا مرا والله ما عم بنسى ما عم بقدر انسى ايه مو بايدي ما عم بقدر انسى لك ايه خلصنا اللي راح راح بقى حاجتك يا بي صحيح كل اهل الحاره راحوا على ضيعه ابو محمد السكافي ايه صحيح ايه والله طب ليه ما رحت واخذتنا معه شو بياخذنا معه لك بنتي اسمع عداي اخل او حابه تطلع على شي مشوار خلص بهالكام يوم نرتب احلى سيران على الطوطه الله يخلينا اياك يا رب يا حباب تعطف يا الشوبان بارد عرسوس السلام عليكم وعليكم السلام أحلى كاسة سوس تخدم شواربع عمي خير شايفك هون في شي في خبر محرز في قاتل شو تعبرد يا حباب الحارة اليوم فاضية شلون يعني فاضية ما فهمت عليك يعني المختار والعقيد والكبارية راحوا على ضيعة رعيدة من هون وبدوا يناموني هذا خبر محرز والله في فكرنا خبر محرز عن حقه حالي انت قلت لي اي خبر بتسمع فيه كبير صغير منيح مو منيح بتجي بتخبرني وكل شيء بتمنه ولا بنرجع بكلامنا يا بضايق عيب عليك ولاك تعا بورد يا حباب بارد العرسوس يا معينك ان شاء الله برجع بكلامه لا قيقبرني ربك ليش انا بحبك خذ هدول حاجتك لا ربي خلي لي اياك مشروب الهنا عمي الله معك بارد عرسوس تعا بورد يا حباب شو يا خديجة؟ في عرس بالضيعة؟ لا فايزة خانم
هذا المختار أبو قاسم عامل مرسح اليوم لأنه ابنه قاسم رجع بعد غياب 15 سنة. قاسم رجع؟ إيه معلمتي رجع. روحي لعند المختار وقولي له بتقلك فايزة بدها تشوف قاسم ضروري. بتقلي له بتيجي أنت وقاسم وشيخ الجامع وبتجيب شي واحد بيعرف يقرأ ويكتب. وإذا كان قاسم متجوز خليه يجيب مرته وولاده معه. أمرك فايزة خانم. يا ترى رح تقدر تسامحني يا قاسم؟ يا رب تهدي وتخليه يسامحني. بدي بري زمتي قبل ما أموت. يا رب وتبت وراجعت نفسي. غفر لي يا رب، غفر لي يا رب. يلا باولو، يلا انت ويا من هون. اضرب منك الو. بعد هيك. السلام عليكم. السلام. الداعي ابو حميد. قرايبه للمختار ابو قاسم بياع عظامه وزبيب. والنعم سيد راشي، والنعم منكم سيدي. جدي ابو امي بيكون قرايبه لجده ابو امه للمختار ابو قاسم. الله يرحمنا ويرحم امواتكم. حسبي الله ونعم الوكيل. يرحم امواتنا. خلصني هلا، مطول الغداء والله. متنا بالجوع. شو لا لا ما بقى. ها بيجوا. ان شاء الله ما يبلع المنظر الهي. ان شاء الله ما يبلع. المنسف مليان لحم والحون. 20 برغوت. 20 برغوت. برغتك وحدة تسهل أمرك. قول مجيديتين يا أخي. كرمة أهل الضياع. شلون حكي كرمة؟ لك شبك. والله حاسس حالنا متقربان. ايه قوم لحق حالك شد راسي. يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم يا جماعة. الحياة شرفتونا. تفضلوا على الاكل، والاكل على قد المحبه. ها الله يخلينا. يا تفضل مختار. بسم الله اكيد. شرفوا يا جماعه، شرفوا حوالنا يا شباب. هلا لك يا مختار. والله ما عندك حدا. والله كيف عندك حدا. تفضل. اهلا لك ابو نجيب. الله يخلينا.